احنا طلعنا من ولايات الحروب الى دولة ديمقراطية، الى دولة شريكة في دبلن، الى دولة في الاتحاد الاوروبي تمثل الديمقراطية، ولكن لا تحتذي الدول الاخرى الا في القرارات العكسية السلبية ضد اللاجئين. نحن مع كل اسف نطالب بموضوع انه ابعاد ملف اللاجئين عن الانتخابات السياسية وغيرها، وانصاف جميع اللاجئين. إقامة الحماية الثانوية، عدم لم شمل الأسر، ويعني احنا عايشين كأنه أولادنا كأنه أطفالنا أيتام. يعني لو احنا ظلينا بقينا في سوريا احنا كنا في عداد الموتى. أيضا مع كل أسف المحققين والمترجمين أغلب الأحيان غير منصفين وغير ملمين بالواقع في سوريا، حتى بالنسبة لتفسير القرارات والأوراق لا يعرفون ولا يفقهون، حتى في التقسيمات الإدارية لا يعرفون. وهذا القرار قرار ظالم. نطالب بإنصاف اللاجئين، وأيضا إعطائهم حق اللجوء أو لم شمل على الحماية الثانوية أو الفرعية. موطني.